السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفحة 60. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا نزال في سورة آل عمران، ولا يزال الله يحدثنا عن أهل الكتاب وعن ألاعيبهم وعن حججهم التي يدحضها القرآن الواحدة تلو الأخرى، ولا يزال الله يبين لنا كيف نعاملهم وكيف نحاججهم وماذا نرد على شبهاتهم، ولا يزال القرآن يحدثنا عن سرائرهم. القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن يحدثنا الله عن فريق آخر من أهل الكتاب يلون ألسنتهم بالكتاب. قيل هو التوراة لليهود، أي يوهمون من يسمعهم أنهم يتلون عليه شيئا مما عندهم من الكتاب، في حين أنهم يقرؤون أمورا، يقرؤون ما يوافق أهواءهم وما يقضي مصالحهم. وقيل هو القرآن، والمعنى أنهم يصرفون الآيات إلى غير دلالاتها ويستشهدون بها في غير مواطن الاستشهاد بها. كأن يقول، يعني لو نظرنا مثلا في الفرق الضالة المسلمة كالفرق الباطنية الذين يقولون أن للقرآن معاني باطنة ويستشهدون بالآيات في غير أماكنها، قد يكون هذا من نفس صنيع اليهود من أهل الكتاب الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب. ومن ذلك قولهم ليوا رؤوس أعناق الآيات، يعني أن يحتج الرجل بآية كأن يحتج في سياق الطلاق والزواج بآيات الدين أو بآيات الجهاد، ليس فيها ما يستدل به، ولكن يخيل للذي يسمعه أو للذي قل علمه أنه يستشهد بكتاب الله. والشاهد هنا أنهم ويقولون على الله، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. إذن لو قرأنا أن هذا هو التوراة أو ما حرف لهم من توراتهم، فما هو من عند الله؟ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والله إني لأعلم رجلا كان رئيسا لدولة عربية، كلما استشهد بالقرآن إلا وأخطأ في آية. يعني يا أخي، لو أخطأ مرة أو مرتين يعذر لسنه وجهله، ولكن أن يخطئ كلما قرأ آية، هنا يدب الشك إلى قلوبنا. كيف يخطئ كلما قرأ القرآن؟ أعوذ بالله. ما الذي نستفيده من هذه الآية؟ إياكم وإياكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يستشهد الرجل منا بآيات لا دليل فيها، يريد منها أن يغلب من يحاججه فيظهر بمظهر العالم، أو يحتج لأمور تنفعه هو ماديا أو لغرض في نفسه. القرآن يحتج به لما ينفع أن يحتج به، وليس لأغراض شخصية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. أصلا لماذا آتاه الله الكتاب والحكم
والنبوة. لماذا؟ حتى يدعو إلى الله. فكيف؟ سبحان الله. وهذا قد يكون فيه رد على النصارى الذين اتخذوا المسيح ابن مريم وجعلوه إلها يعبد من دون الله. الله آتاه الكتاب والحكم والنبوة، لماذا؟ حتى يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، أن وحدوا الله واتقوه في الأرض، هذا ما بعث له. وكذلك أحبارهم ورهبانهم، هنا عدي بن حاتم الصحابي الجليل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نعبده من دون الله، فأجابه ما معناه، أليسوا كانوا يحرمون ما أحل الله ويحرمون ما أحل الله يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله؟ قال بلى، فتلك عبادتهم. إذن لماذا أرسل الله المرسلين؟ حتى يعبد فلا يشرك به. وورثة الأنبياء هم العلماء، يدعون الناس إلى أن يوحدوا الله ويعبدوه كما يرضى الله سبحانه وتعالى. ألسنا نرى اليوم علماء يحرمون الحلال ويحلون الحرام حتى يوافقوا أهواء السلاطين؟ اعلم أخي وأختي أن هذا القرآن جاء فيه الوعيد وجاءت فيه النذر لأمثال هؤلاء. لماذا؟ حتى لا يصبح الدين لعبة بأيدي من يريد أن يحقق منفعة دنيوية به. إذن ما كان لبشر، لم يكن لبشر، لا يجوز لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذا ممنوع، هذا فيه إخلال بالتوحيد. ولكن كونوا ربانيين. ربانيين أي علماء وأتقياء وفقهاء، وتدعون إلى الله. ولعلها اشتقت من كلمة رباني، يعني منسوب إلى الله، منسوب إلى الرب. فذلك هو الشخص الذي يتعلم ليتقرب ويعمل ويعمل ليتقرب من الله ويدعو الناس إلى الله. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أي بما كونوا ربانيين، بماذا؟ بالعلم، بما كنتم تعلمون الكتاب، أي تتعلمون كتاب الله وما يحب الله، وتتعلمون شرائعه وتعلمونها، وبما كنتم تدرسون أي تقرؤون الكتاب أو تداومون على قراءته. ألسنا نؤمر بأن نتدبر في هذا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ألسنا نؤمر أن نقرأ منه كل يوم وليلة؟ ألسنا نؤمر أن نمعن عقولنا فيه ونتفكر؟ هذا ما يريد الله منا، أن نكون ربانيين، نتعلم القرآن ونتعلم الكتاب والحكمة والسنة ونعلمها للناس، ويكون همنا التقرب من ربنا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. جبريل ما كان إلها، الروح القدس ما كان إلها، والنبيون وعيسى ما كان إلها ولا ابن إله ولا ربا ولا ابن رب. أيأمركم بالكفر، لأن هذا العمل اتخاذ النبيين والملائكة أربابا هو الكفر. سؤال، الهمزة هنا للسؤال. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني هل يعقل أن يدعوكم إلى كفر وشرك
بعد أن آمنتم بالله وحده واتبعتم هديه، ثم بعد ذلك نأتي إلى تفسير الآية التي بعدها. هذا ميثاق أخذه الله من كل الأنبياء، لئن أدركوا محمدا عليه الصلاة والسلام لا يؤمنن به ولا ينصرنه ولا يتبعنه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان فيكم موسى عليه السلام ما وسعه إلا أن يتبعني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لو كان موسى ابن عمران أكبر أنبياء ورسل بني إسرائيل في وقت النبي وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لاتبعه موسى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن ما هو الميثاق؟ إذا جاء هذا النبي، إذا جاء هذا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لتؤمنن به ولتنصرنه. لاحظ، هل قال لما أتيناكم من كتاب وسكت أو واصل؟ لا، قال كتاب وحكمة. الكتاب فهمناه آيات محكمات تنزل وتكتب وتحفظ، لكن الحكمة ما هي؟ هي الأقوال والأفعال التي لا تكون من لا من كلام الله، بل هي من وحيه أو مما أقر عليه أنبياءه أو هدى إليه أنبياءه. إذن الحكمة هنا هي كل أقوال وأفعال الرسل. إذن الحكمة هنا هي السنة. أرأيتم كيف يأمرنا الله باتباع الكتاب والسنة؟ قال أتيتكم من كتاب وحكمة. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. سؤال، هل اتفقنا؟ هل أقررتم وأخذت ميثاقكم على ذلك وعهدكم على ذلك؟ عهدي. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن الله يشهد أنه قبل أن يبعث كل رسول إلا وأخذ منه ميثاقا غليظا، أن لو أدرك محمد عليه الصلاة والسلام لينصرنه، ليؤمنن به ولينصرنه. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أي من نقض هذا العهد بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الآن قطعا الأنبياء والرسل لن ينقضوا هذا العهد، إذن فلماذا يقول الله فمن تولى بعد ذلك؟ أتدرون ما يفهم من هذه الآية؟ بما أن الأنبياء والرسل لن يخونوا هذا العهد، من سيخونه؟ أتباعهم. إذن هذه أتباعهم كيف علموا بهذا العهد؟ إذن كل الأنبياء ذكروا محمدا صلى الله عليه وسلم لأتباعهم، فهذه الآية تؤكد أنه من تولى بعد هذا العهد، والأنبياء لن يتولوا. إذن من سيتولى؟ من سينقض هذا العهد؟ هم أتباعهم، وهذا أقل ما يقال فيه أنهم بنو إسرائيل، لأن بني إسرائيل ذكر محمد في التوراة صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم ذكر محمد عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل الذين اتبعوه، نبي من بعد يأتي اسمه أحمد. إذن أقل ما يقال فيه أن اليهود والنصارى على علم بهذا العهد، ولكن إذ لما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام ماذا كان فعلهم؟ أفغير دين الله يبغون. سؤال استنكاري، يعني
دين الله هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. يريدون ماذا؟ غيره. لماذا؟ الأسباب كثيرة، منها المال، ومنها الرفعة الاجتماعية وغيرها، كلها امتيازات يزيحها الإسلام عنهم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذن المسلمون، الملائكة في السماوات، الملائكة والجن، من أسلم أسلم طوعا كرها. كيف يكون أسلم كرها؟ بعض العلماء قال كانت هذه الآية قبل آية لا إكراه في الدين، والأصح والله أعلم كرها هي أنه لما يسلم الكافر عند سكرات الموت، عندما يرى الملائكة ويرى ويعلم علم اليقين أنه كان على خطأ، حينها سيسلم كرها، حين لا ينفع الإسلام. وإليه يرجعون، كلنا يرجع إلى الله ويأتيه فردا، كلنا نعود إلى رحمة من الله واسعة. نسأل الله الرحمة والمغفرة، وجمعني وإياكم بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.